الخامس جويلية 1962 حلت الذكرى وحلت معها مرارة العيش على أرض الأجداد مضطهدا مسلوب الحرية تفتقد رغيف خبز مشتت الأسرة بقلب حزين حسرته على وطن يحن لأبناء أقسموا ألا حياة دون الجزائر. في ميزانك ماذا تقول؟ في جوع، في الرصاص، في فرنسا، في غبن فرنسا، في طرد فرنسا، في منونات صعيبة كان الناس اللي عاشوا فيها وعشنا فيها مرة. منونات سمعوا بمنونات مرة. فرنسا كانت مزيرة بزاف جيش التحرير وكتلة من جيش التحرير. يا ولادي احنا يا قاعدين نديروا في البلايص اصطلينا اليوم رانا ظالين به ما كانش ناكله ظل الكرساج كحل. وش من عام هذه الحاجه؟ هذه 59 14 ابريل 59 ظل نهار كحل حتى نقرب قرب النهار. أيا ذوك هنا أنا خليش مع واحد كوبانية شحال نقعدو نقعدو 7 أيام لا ماكلة 7 أيام 16 نوبة لا ماكلة لا شرب. حل الاستقلال ودقت حينها الطبول ودوت زغاريد معلنة عن عهد جديد لا مكان فيه لراية غير الراية المرطخة بدم الشهيد. النهار اللي خلق سيس الفين 19 مارس رحنا قاعد المحابسي يفندلوا وفرحنا فرحة شديدة. الشعب شيء عجيب داره بالبنادير بالغوائد بالفرحة وإحنا فرحانين. إحنا عسكر لبسنا جيش التحرير إحنا لبسنا سيفين كنا نرقصوا فرحانين بهذاك اليوم الكبير. هذاك النهار كنا نستنوه يستنوا المجاهدين يستنوا شو هذا الله يرحمهم. الشعب الجزائري كان يستنى هذاك النهار. ذاك النهار ما بوريك نهار عظيم بزاف وظلينا في فرحة كبيرة في مدينة العبادلة. استقلال الجزائر يوم للفرح حلم الشهيد وغاية المجاهد أدركها الجيل الصاعد وأدرك معها معنى الوطن. نحن كمجلس بلدي يعنينا دائما التحدي ونبذل مجهودات كبيرة من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين ومن أجل تنمية بلديتنا في كل المجالات وفي كل القطاعات من أجل إرضاء آبائنا المجاهدين ومن أجل أن يفتخر بنا آبائنا المجاهدين من أجل أن يفتخر بهذه البلد العزيزة الذي تفخر بالأمن ومن أجل أن يناموا آبائنا الشهداء بسلام. نحن على العهد على عهد الشهداء. تعيش الجزائر فرحة كبيرة لإحياء هذه الذكرى العظيمة عظمة شعبها عظمة شهدائها عظمة مجاهديها وكهيئة تمثل قطاع المجاهدين هذا القطاع الذي نفتخر بكوننا على رأس هذا القطاع لأننا نخدم هذه الفئة التي ضحت على هذا الوطن بفضلها نحن ننعم بهذه الحرية ننعم بهذا الاستقلال. الجزائر حرة مستقلة الجزائر رايتها بين الأمم ترفرف. الوطن أمانة ووصية الشهيد واجب أن تصان حملها المجاهد والرفيق وكل من عانى ويلات الاستعمار. يقولون الاتحاد هو اللي دفع الوطن. إذا كنت حريت في جهة وأنا في جهة زيه فهمت كيف؟ نخلصنا نتحدوا ونوصوا أولادنا يتهضوا في الوطن. أنا الاستغلال يا ولدي راه صعيب جابوه الرجال. حلت الذكرى إذن ولا نملك اليوم إلا أن نقف وقفة الإجلال والإكبار لمن ضحى بالغالي والنفيس لنعيش تحت كنف الأمن والأمان والحرية في أحضان الجزائر. شكرا.